أو أفضل طارق في مركز اثنين هو تومي سلام نادي الأهلي. يستلم جائزة أفضل طارق للدكتور خالد الزغيب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة. مبروك لتومي سلام. سياس إسماعيل خيبري. أفضل طارق في المركز ثلاثة لاعب النادي الأهلي كريم الشيخ. إذا أفضل لاعب طارق في المركز ثلاثة سنتر من البلوك كريم الشيخ من النادي الأهلي يستاهل كريم. إذا هل هو كريم أفضل طارق في مركز ثلاثة أيضا من نادي الأهلي يتسلم جائزة أفضل طارق مركز ثلاثة. وأيضا هناك هدية مقدمة أيضا من الدكتور خالد وأيضا جاهز هدية أيضا تستاهل هذا اللاعب. أفضل طارق في مركز أربعة لاعب النادي الأهلي المحترف البرازيلي ميلو لينسون. يا سلام عليك مركز اربع الاهلي كوش على كل شيء اخذ كل شيء اثنين ثلاثه اربعه واذا ما كان افضل معد. يا سلام عليك مبروك. ايضا ما زال يستلم هديه من الاتحاد السعودي وهديه من جاهز لاعب النادي الفيصلي احمد البني. اذا افضل لاعب من نادي الفيصلي احمد البني وجائزه مقدمة من الاتحاد السعودي وشركة جاهز الراعي في دوري جاهز. يستلم هنا جائزة أفضل حارس صد. أيضا الأستاذ نايف العبيد حاضر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي وأيضا هنا المدير التنفيذي لشركة جاهز بسام خالد البسامي. إذا والدون مناسب والدون اختلاف والدون اي شيء انه خليفه الجيل صاحب العلامه الجميله صاحب الاصابع الذهبيه خليل يتقدم. يعشقونه الاهلي يحبون الاهلي خليفه الجيل. الله يا خليل كم انت دائما رائعا وكم انت دائما معدا وكم انت لاعبا بهذا الحجم. يستلم جائزه افضل معد من الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي وجائزه من شركه جاهز. الله كلنا جاهزين. افضل لاعب معد الاهلي اربع لاعبين. افضل ليبرو لاعب النادي الفيصلي عبد العزيز المجن. اذا افضل لاعب ليبرو